البروفيسور المامون مبارك دريبي. بالاسم ديال الاب والام باش كيتصرفوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه غيدخل سلحفات غيبقى سلحفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. شنو هي جهاز المناعة النفسي؟ جهاز المناعة النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق نبداو نحكوا في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب ياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. تحية مسائية على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور، مرحبا. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. اليوم غادي نتكلموا على نموذج بعض الرجال داخل الاسره، يعني اللي كينتظر دائما من زوجته انه تقابل نفسيته وتعتني بخاطره، يعني بالرغم من المشاغل الكثيره اللي عندها من عنايه بالبيت، الاسره، الاطفال، الطبخ، وفي الغالب يعني العمل الوظيفي. فاليوم بروفيسور شنو واقع هذا الامر؟ يعني واش هي حقيقه فعلا خاص يعني الزوجه تعتني بخاطر الزوج ديالها وبالنفسيه ديالو بالاضافه للمشاغل ديال البيت والعنايه بالاطفال، ولا هو مجرد انتظار يعني وهمي ربما من بين اسبابه هذيك النمطيه في التربيه اللي عاشها الرجل مع الاسره ديالو؟ في الحلقه ديال البارحه لله حللنا مدى علاقه البنيه الفكريه والقدره على الحصول على صفه أو صفات متعددة، لأن الشخص اللي عنده غير صفة واحدة فهو فقير، فقير فكريا. الصفات المتعددة تتعلم الإنسان الانتليجنس انترا بيرسونيل وانتر بيرسونيل اللي كيتكلم عليها لو بسيكولوج أمريكا هوارد غارنر. يعني كتكون عندك صفة واحدة ما عندكش أساليب لغوية، عندك لغة واحدة مع صفة واحدة، تيكونوا جوج ثلاثة، كل صفة خصها تعريفها بلغة، بلهجة، بلون، فيه فكاهة، فيه بسط، فيه ملي كتدخل في الصفة الأخرى كتبدل اللغة. فكيعرفك الإنسان أنك أنت نفس الشخص غير بدلتي الخطاب إذا أنت دخلتي في الصفة الأخرى. هنا فين الفرق ما بيننا حنا المسلمين وما بين الخطأ اللي وقعت فيه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية جعلت الصفات تظهر باللباس. يعني إلا بغيتي تبان قاضي خصك تلبس لباس القاضي. اللباس الإسلامي لا، لابس نفس اللباس اللي مع مرته وولاده، مع هو كقاضي، ولكن مع الخطاب اللي عنده مع مرته وولاده ماشي هو الخطاب ديالو كقاضي. فملي كتلاقاه وكتسلم عليه باش تعرفوا واش ديك الساعه داخل في صفه القاضي ولا باقي، ولا عمك ولا اخوك ولا باك، تسمع الخطاب غير كتلقى ان الخطاب فيه جلاله، فيه واحد الهندام، كتعرفوا ديك الساعه معمر، كتقول حنا معمر، ها الصفه الثانيه كتعطيه احتقار، كتسنى تيخرج منها باش كيعلن عليها بانه خرج، كيقول لك واحد امر واش كاين شي نكته اجي نبسطو، كتعرفوا خرج من الصفه بالخطاب بالحديث ارقى مستوى. اليوم ما هو من ناحيه المعروف وما هو من ناحيه الواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيوصينا وعلمنا اننا نشكر الناس اللي سدوا لنا معروف، وإن أمكن المكافأة ديالهم بهدية. مثلا عيطتي لختك أو لأمك أو لباك ولا خوك، عفاك بابا، عفاك أختي، أنا غنخرج معطلة من الخدمة لما دوز جيب لي وليداتي من 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 المدرسة. وأختك كتسكن في الولفة والمدرسة أنت مثلا عندك في المعارف، وتخيل باش تقطع من الولفة للمعارف ومع قلة التوجيه الذكي اللي واضعين المعنيين بهذا الامر ديال لي بانو دو سينياليزاسيون، كل شيء عارف عبد الكريم الخطابي الزرقطوني، كل شيء عارف على الطريقه دي، حيت ما كاينش طرق اخرين، بصح كل الناس ما عارفينش. كتجي اختك حتى المعارف تهز الوليدات تمراجع في العشيه، كدوزي تاخذي ولادك عادي، علاش؟ حيت اختك. لا غدا عاوتاني غتعيطي ليها حيت اختك، بعد غدا غتعيط حنا تقول لك اختي ما سالياش، علاش؟ لان ما خسرتيش عليها حتى كلمه، الله يجازيك بخير اختي، الله يرحم الوالدين. وإلا كان ممكن كتدي معك على الاقل واحد الباكيه كرواسه، وإلا بغيتي تبرعي كاع كتهزي لها شريحه ولا تقول لك اختي. هي اختك اسدت لك معروف. عندك اعتراف بداك المجهود. دابا هنا فين
كنطيحو كن ابن من شئت وتعلم أدبه. اللي مقولة كانت معروفة عند العرب وبها باش ربحوا. فلقيت اللي كيتزوج راجل المرأة كيولي من الواجب ديالها. قال لا من الواجب ديالك تقابليني، من الواجب ديالك ترعيني، من الواجب لاحظتي شنو المعروف. والبارح قبل ما يخطبها كانت غالة جاوبته في التليفون يجيب الكادو، غالة طلت عليه من الشرجم يجيب الكادو، غالة هبطات دوات معاه يجيب الكادو. ايوا تزوجتي هذا بقيتي تجيب الكادو، ما بقيتيش تقول الله يرحم والدين. اذا هنا عندنا اشخاص اللي عندهم طباع سيء، وعندنا اشخاص اللي عندهم سلوك سيء، وعندنا اشخاص اللي عندهم معاملة سيئة، وعندنا اشخاص اللي عندهم كيان فيه اضطراب ام مرض. اذا خاص هذيك المرأة عندك يكون عندها عقل ديال الدريبي باش تعرف فوقاش انت عندك طباع سيء او عندك معاملة سيئة او عندك سلوك سيء او انت في حالة اضطراب نفسي او مرض نفسي، كي غادي تعرفيه. فدائما كيمشيو الانسان العلاقة الانسانية كيمشيو لما هو ظاهري، لا تيت دو لايسبيرغ، هذا خايب. اذا باش غنعرف واش الطباع ديالي سيء، لان هو المادة الاولية اللي كنورث من امي وبا هو الطباع. والطباع لقيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع الصحابة من مكة إلى المدينة، الطباع ديال أهل مكة صعاب، المعيشة غلات في المدينة من اللي جاوا بزاف الأعراب، لأنهم في البادية ما كانوش كيحتاجوا لحم الجمل ويحتاجوا شي شوية ديال، في المدينة لقوا الخضرة لقوا الفواكه لقوا طلعت المعيشة غلات، يعني كيشريوا من قبل كانوا الناس في المدينه كيشريوا على خصهم، جاوا البدو كيشريوا، ولات النفايات حاشاكم زبل، الدنيا مسخه. في الصحراء كانوا غورا كل كوديه الرمل كيتخبى وراها ويقضي حاجته، في المدينه راه كاين طرقان ولاو تيقضيو حاجتهم في الطرقان، ولات الدنيا مسخه. اذا شنو هو هذا؟ هذا طباع سيء، لان طبعهم في البدو جاوا داروه في المدينه ما حاولوش يبدلوا الطبع ديالهم. فالطبع دائما خصك ترقى الى طبع ارقى منه. لهذا احنا عندنا في المغرب طبع هلفاس، طبع هلمكناس، طبع ناس ديال طنجة، طبع ديال ناس تطوان، طبع ديال هل الصحراء. علاش كنقولوا طبع هلفاس هلمكناس؟ علاش كنقولوا؟ لان هي كتعطيك ثقافتها ولو انت ماشي فاسي، جي من بلاصه اخرى. وحنا دابا ملي كنمشيو لفاس كتسول شي واحد واش انت منين شريت، يقول لك انا من هالفاس. اش كيقول لك؟ كيعطيك ديك الساعه راني ماشي ولد فاس، انا با همو راه ماشي فاس، ماشي فاسيين، ولكن دخلوا بكري الفاس وتطبعوا، راه كيدوي بلهجتهم، كتلقى تيقول الي وهذا، ولكن هو راه ماشي فاسي، هو راه من هالفاس. شنو داروا؟ طبعوه. فاذا راه عندنا واحد الطبع راقي واسمى، وعندنا واحد الطبع متحجر دني. فأول عمل حضاري إلى بغى الإنسان يترقى هو يصنف طبعه فين هو. حيت راه كاين ناس ناس، كاين همج همج، راه ماشي حيت عندك كوستيم سينية سانية لك نصراني وداير ريحة سينية يسحب راسك لك ناس، راه ناس فين؟ راه ناس في طبعك. أما كتاكل حدا واحد وطلعت كتقريعة وخرجت كتقول الحمد لله سمح لي يا شريف، الله يخليك مد لي هذه أرعرة أرعرة ارخص ارخص عمر عمرك زلمه بحال. وسبحان الله تعرضوا ضياف عند شي عائله كبيره كيبدا سيفو بلي جو با فواغ، ومع مرتك في الدار ما يقول الله يخليك يا شريف. اذا هنا فهاد العلاقه ديال السيده مع هاد السيد مازال هو ما عرفش واش واعي بعدا هو بان راه عنده طبع سيء ولا ما واعيش، واش عنده معاملة سيئة ولا ما عندوش، واش عنده سلوك سيء ولا ما عندوش، ولا عنده نمط مضطرب أو مرضي ولا ما عندوش. بربع بهم يقدروا يكونوا مجموعة، الله نسأل الله السلامة والعافية، وخصها تحملوا. على مالها هي منين جابت هاد القدرة هذه؟
بلاد المحال بحالها منين جابتها؟ اذا من الليلة ربما عندك طبع سيء او معاملة سيئة او سلوك سيء او نمط فيه اضطراب نفسي او مرض، وجب عليك على الاقل السؤال. مش نحن تسولوا بعضكم السؤال، لان احنا شنو عندنا دابا المشكل في المدارس وفي المجتمع مع الشباب وحل العديد من الاطفال المراهقين مع الصبيعين؟ ماتش الكره تنوض الحرب، طوبيس يدخلوا ليه يطردوا ليه الجاج، تخرج في الزنقه في شي بلايص تدوي مع الدراري ما يتفكش معك تيرجمك حجر، مالو هذا؟ شنو هذا؟ راه كبر في واحد البيت فيه مراه وراجل، المراه مقهوره مخلوعه ما عندها لاين غتهضر يتزرق لها العين ولا غتطلق مع الاولاد، وفوقاش الانسان تيخدمك عن حب وطواعيه ولا عن خوف وكراهيه؟ انا كنسول الحباب، فوقاش يخدمك الانسان عن حب وطواعيه ولا عن خوف وكراهيه؟ على قدر الاستعمار الاجنبي اللي كان في المغرب يجعلنا نخدموه خوف وكراهيه؟ قدر باقي شي بلاصه في العالم ما عدا فلسطين اللي قدر شي قوه كيف ما كانت تقهر الناس خوف وكراهيه؟ كاين شي قوه قدرات؟ كاينش. ولكن حب وطواعيه اختيار، يعطيك الانسان من مدعينه كيقابلك. وباش تاخذ الحب والطواعيه وجب الاعتذار، الاعتراف بالمجهود وتقبل الموجود. ان المراه كدير واحد المجهود، مجهود ما هوش واعر وما هوش والو، بغيتي يكبر في عينها تقبله. بقى ما كتعرفش مسكينه طيب، ومشات دارت مجهود هي لقات خضيرات وصيبات ولا حرقات وعا كتبدا وها محروق، وبعد عاد تقبل الحمد لله الله وهذا والله الا وراه عزيز عليا بحال هكا يكون محرق. الله الا كنبغي هذيك البنه وبالبسط كتفهم مسكين السيد هذاك اللي تسمح لي كنتقبلوا الموجود وتنعتذروا ولو ما داير والو. شنو فيه الا شديتي لها يديها مره في السيمانه ولا مره في 5 ايام؟ عافاك اختي لما تسمح لي، واقع راني شويه مزفت في شخصيتي ولكن اختي الله غالب. شنو السبب انا اللي كيجعل واحد العديد من الرجال يا اما تيبقاو في الطبع السيء، يا اما في المعامله السيئه، يا اما في السلوك السيء، لان الاضطراب النفسي والمرض النفسي ما يشوفوش هذاك بوحده. انه واحد العديد من الرجال في المجتمع العربي من المغرب الى الخليج وفي افريقيا بصفه عامه وفي العديد من الدول اللي ما عندهمش الرقي الفكري موجود كيعانيو في حياتهم. الرجال تيعانيو اكثر من النساء اللي كيخرجوا للتماره وكيخرجوا للدنيا قبل منها. هي عندها واحد المسلك تيكوفري عليها باها وامها، وكتبقى الى طاحت في شي عائله بحال الحميمه كيحضنوها، ولو انه في بلايص اخرين مسكينه دايرينها بحال الدحيشه، يغسلوا عليها ويسيقوا عليها ويصبنوا عليها ويتقرفسوا عليها. ان الراجل ملي تيكون تيعاني تيقلب على سبب المعاناه، يقلب يفسر علاش كيعاني. ملي ما كيلقاش تفسير المعاناه ديالو كيبدا يقلب على شي سبب يتشبت به باش يبقى يصبر في معاناته. دونك سوا اون شيرش اون كوز نو ليون با تروفي، يل فا شيرشي اون غيزون بور دوري دون لوندورونس. دونك ملي ما كيمشي كيقلب على شنو السبب، علاش كنعاني، ما كيلقاش. با فقير مو فقيره، وضعيه اجتماعيه هكاك، ما قراش ما سلكش، هذا هو المعاناه. اش غيمشي يتحاكم مع باه؟ يتحكم مع مو، وبا مسكين دار اللي قدر مو دار اللي قدر. اذا السبب ما عنده فاش يسبي هذيك الوضعيه. كيمشي كيقلب على شي سبب جديد باش يصبر من اجله. شنو كيديروا الناس؟ السبب اللي كيصبر من اجله هو زوجته ولاده. هنا فين كتدخل النفس وما ابرئ نفسي، هنا فين كتدخل؟ انه الى ما مشاش، ومن يوقى شح نفسه، الى ما مشاش وزول الدغينه والحقد اللي عنده، لان كيقلب يسبي العقرب نفسه، ما كتبقاش واخده هذاك سبب تعاني من اجله والتعب من اجله، كتولي في اي دغينه في اي خطا كيخرج غضبه في تما. مرحبا.
مستمعينا غادي نتوقفوا مع الفاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. مرحبا باتصالاتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. ناخذ اول مكالمه معنا من اكادير. ناديه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ناديه كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. دكتور مامون خونا عزيزنا. بارك الله فيك اختي. مرحبا بك. الحمد لله. انا ما تفيقش انني كنتكلم معك دابا. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. الله يحفظك اسيدي. غندخل في الموضوع. تفضل. لاني محتاجه للسوتيان باش نعرف اش كيفاش نتصرف وحتى انا ثانيا باش انا نرتاح. شحال في عمرك لاله؟ انا العمر ديالي 34 سنه. مزوجه مازال؟ وي انا ديجا اتصلت بك كنت مطلقه وكان عندي اكتئاب والحمد لله ساعتيني. الله. وبالفضل ديالك انني تسجلت وسكنت بوحدي مع ولدي. الله يرضي عليك. غير المشكله انني كما كنقولوا الجيران فيهم الناس مزيانين والخايبين. والحمد لله كاع جيراني مزيانين الا انني عندي واحد المشكله ما عرفتش نحمي ولدي من جارتي وولدها. ما عرفتش. بحالش. حاولت. نعم. بحالاش؟ ان ولدي دابا تبارك الله عنده 9 سنين طالع في 10 سنين ولدها اكبر من ولدي ادم نقول عامين بثلاث سنين كبر عليه وصحيح عليه كيتعدى عليه كيضربو ديما وهذه سنوات شفنا في هذا المشكل وهذا المشكل غادي يتفاقم بخلاصة انه كان شفت بليت منها كانت تجاوبني واخا ماشي مشكل غير بليت يضرب ليا ولدي انا كوني مطلقه ما معيش الاب ديالو كيجي يزورو غير مره كيخرجو هي الاب ديال الطفل ديالها في هولندا ما كيكونش حتى هو انا عمرني ما شفته عمرني ما تلاقيت به باش نشكى عليه كنفهم ان الدري مو كتقول له زيد ضرب ولا ما فهمتش انا الموضوع واحد المستوى زعما لا اله الا الله محمد رسول الله المشكله هي ان مني كنشكى منها وصافي عييت دازت عام هكذاك عام والدري كيتعدى على ولدي من بعد وليت كنقول ولدي دافع على راسك دافع خصوصا انني استاذه كنت في منطقه قرويه كنت في منطقه جبليه وكنت ما كانش الدري عنده ذاك المشكل ديال يتعدى عليه شي واحد ولا يضربوا شي واحد لان كتعرف تلاميذ في المدرسه والاستاذه اصحابه كيتعاملوا معاه لا ناديه نعم نصيحتي لك انك هذاك الوليد ولجارتك تقرب منه اهدي لي هدايا لعاب وهدي لامه هدايا لباس او ريحه او حلوه وبقى دائما تمدح هذاك الوليد لان في عالم الاطفال راه جوج الانواع في سلوك الاطفال ملي كتلقى واحد الطفل عنده شراسه وعنده عنف يا اما مرخص ليه واحد في الوالدين او جوج بحال راجل واعر بحال بواه بحال خالو بحال عمو بحال جدو ترخيص الهمج عرق جاهلي يا اما طفل في كيانه الداخلي عنده معاناه والطفل ملي تيعاني تيولي بحال شي فرفاره ما شاداش هذاك العمود كيفيبري كيفنفن فخصو لي يستقطبو امو ما مستقطبهاش الله يحسن العوال شنو عندها راجلها مخليها ظروفها وحنا عارفين نفسيه العديد من الناس كي مدقدقه هنا لناديا خصها تخلي هاد سوء المعامله ديال هاد الولد جارتها لولدها في المرتبة الثانية وتستقطب الدري صباح خير ولدي هكا حبيبي واحد الحليوة وهكا واحد اللعبة مناسبة ولا مثلا عيد ميلاد وكان شكرك عفا ولدي راه كيعاود ليا ولدي كيقول لي كتحامي عليه وانا فرحانة اللي جابك الله بحال خوه الكبير استدراج حيت هما راه ساهلين تستدرج فعلا وتوصني ولدها انه ما يدخلش في هذيك المنافسة المباشرة باش يتقى شر هاد الوليد تقول لي عفا ولدي ما غتخضعش ليه ما خصيش نحيد الشخصيه للولد ما تخضعش ليه ولكن ما تجعروش الا قال لك فين غادي جاوبه اجي انت فين غادي يكون الطيف غادي اخويا اين شري الزريعه
نجيب لك معايا شي 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 شويه الزريعه وعندك تعطل. لا خويا ما تعطلش، حيت ملي تيكون واحد عنده القوه والبلاده راه المدخل ديالو باش باش تستدرجو هو البلاده ديالو، ماشي هو قوته. القوه راه قويه ما يخليكش تدخل، اما من بلادته طيحو دغيا. وسيدنا رسول الله عطانا المفتاح للرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كيشكي سوء المعامله ديال جارو. اش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليه دفق عليه الخير حتى خيرك يغلب شره. فهنا كتبقى هذه راه حكمه ربانيه. الله مع من؟ رحمه الله قريب من المحسنين، الله مع المحسنين. ما معنيتهاش بانه اللي دار هكا راه جبان غير ربي فولدو الخوف، لا 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 لا. وخصها تشرح للولد تقول له ولدي عندك تحب انني كنمشي نشري ليه حيت خايفه منه ولا خايفه من مو، لا ولدي جيراننا ما عندنا لا يدير، الا مشات عادتهم غيولي عندك واحد الخصم واحد العدو مقابل الباب مع الباب. اذا هنا خاص لابد تلقى شي ثم انا لالا شخصيا عندي معامله ديال ملي كنت شاب ومعامله اللي دابا اللي قريب 50 عام. ملي كنت شاب كنت نشعل بحال البرق بحال الزواق، وشحال من واحد خسر فلان وفلان بسبب هذاك الجهد اللي كان في ذاك الشبابيه. فعلا دابا كنشتغل فشي مقاوله كمستشار ولا فشي عمل، وكيكون شي واحد ما عارفش الاستراتيجيه اللي باغي ندير وكش كان شوره على الشركه ولا، يجي ويهجم عليا مباشر ويشتم ويسب ويقذف ويفعل. ومعايا اصدقاء وناس اللي يقدروا يدخلوا ويديروا، كنقول لهم لا 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 باقي ما عارفش اخايف خليه تعرف. كدوز شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور خمس شهور تيعرف لا تشتغلوا ليه مصلحته تنأطروا ليه عماله ما هو احسن، بغينا نزيد يزيد يتكون بغينا يزيد، كيولي حليف الاستراتيجيه وتيولي صديق وتيولي حبيب. كأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا عرفتها. ولكن باش وصلت لها حتى وصلت 50 عام. إذا شنو هو المفتاح ديال هذا الشيء؟ هو الصبر وحسن الظن. فوقاش كنردوا بالقوة ملي شي واحد كيجي يبغي يحيد لك مكانتك، يبغي يحيد لك الاورديناتور ديالك في الشعرية ويشنق عليك ويبغي يمس لك زوجتك ويحيد لها الدف ديالها، وشنو ديك الساعة غدير معاه الإحسان؟ تقول للسيدة عافاك حيدي الذهب وعطيها كالكمبيوتر؟ ديك الساعة لا، حنا في حالة دفاع. أما هنا حنا في حالة ديال غوستركتوراسيون دو ليا سوسيو، حنا في إعادة مس بنيان مضطرب في المجتمع. العديد من الناس باقيين كيتقداو في الميكا كحلة، لأن الميكا كحلة كتستر. علاش كتستر؟ لانه ما خصش الاخر يشوف شنو عندي، ويقدر لربما يا اما يعينني يا اما يتشهل لي عندي ويقول لي اعطيني منه. باقي واحد العديد من الناس كيفهموا بهمجيه وبجاهليه قضوا حاجتكم بالسر والكتمان. كيظن بان جاره معني بالسر والكتمان، فتيخرجوا مسلتين ويدخلوا مسلتين، ودائما تيسميو على عينين العديان وحاطين هذا العنوان على عينين العديان كينعتوا به. هذوك اللي كيحنزوا في الحومه وهذوك الجيران، يا ودي هذوك راه فاميلتك جابهم لك الله، ما ولاتهم لك مقلب باك. هذاك راه هو اللي حاضر لك طوموبيلتك، هذاك هو اللي حاضر لك ولادك، الا شي واحد تبعهم راه هو كيعرف شكون اللي غادي شكون اللي جاي. اذا هذاك راه واحد الاعيون كيف تيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عين ترعى وعين تحرس. هذاك راه من العيون اللي كتحرس خصك تشكرو. فلاحظتي دابا ملي كتبدل التفسير والتأويل ديال الفعل الاخر، ماشي خبيت ما عرفش، ماشي هماجي ومتعنت وباغي يظلم ما قادرش. ويلا انت قدرتي، انت راه مربيه راه معلمه، ندخل وماشي فقط نمشي نشكي عند الجاره، مره نشربو قهوه ودخل دارها وجيبها لدارها ويجي الدري ويلعب حدا الدري. اش كنقولوا حنايا العروبيه؟ تنقولوا خاوي بيناتهم، سانس بيناتهم. اما لا خليتيه ما مخاويش، ما تصاحبتيش مع مو، راه دائما تتبقى انت
برانيه وحنا كنعرفوا تولي كارها حتى ديك الجوره. ناخذ مكالمه اخرى معنا احمد من تاونات. الو سي احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكراكم شكرا الاستاذ المقدس ديالنا. الله 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 يكبر بك سيدي احمد. لا لا المقدس ديالنا. انا هشيت انا لا لا ما تقولش ياك. لا لا المقدس لا لا ما تقولش ياك غادي نتلحم مسافر. ما كنفهمش علاش هذا السيد الدريبي ما عندنا حنا نفهمو انت اللي كنحلنا المشاكل ديالنا وكنسمع له. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. انا واحد الانسان ثاني راه عايش وحداني عندي شي 55 عام وعايش وحداني الله فكيت مع المراه. لا لا وعلاش فكيتي مع المراه كل وقت؟ الدراري عندي خايبين هذا الاستاذ والو ماشي دراري عندي مراه مزيانه ولكن الدراري والو شي كيضربوا راسهم في الجنه وكل واحد ما كيضرب ما كيحاولوش ينقص خاطري كاع. حسبي الله. كنا في ديك المنطقه ديال خنيف راه ساكنين. الله يا خويا الله. لا والو الدراري والو عيان دابا عايش عاب بوحدي هنايا وجيت للبلاد هنا لهاد المنطقه ديال تاونات هنا في غفصه هنايا. احنا عايشه في شي اشكال ديال استاذي والو من الناس عايشه مساكنه لا ماله والو الناس كيتجاروا. لا حول ولا قوه. والسرده تقبات لما هنا السرده ما كاين هذاك السوريين السرده كيتقبوا السرده والماء ما كاينش هرب. كيتقبوا شنو السرده؟ ديك السرده اللي كتقب الارض ديال البيار. السونده يعني باش كيحفروا البيار السوند. قطعات الماء هنا كاع كان دابا اللي كيحفر فيها البيار ما كيلقاش الماء 200 متر ما كيلقاش الماء كاع بيتبا نهائيا. يا الله. مشى الماء كاع والمناطق ديال الجبال زعما هي رقم ولكن شكون اللي درنا هادشي دابا هادشي ديال المخدرات هنايا ما كاين عسقي دابا بنادم مسكين ما صافي كيسقوا بزاف. لا حول ولا قوة. شحال مواليد عندك اسي احمد؟ عندي ثلاثة والو بنت راه مجوجة في الرشيدية وجوج ولاد والو الدراري لا والو ما حاسبش عندي دراري انا والو دي استاذ. شحال في عمر الدراري؟ والو واحد راه مجوج هنا والو عندنا ما والو ما عنديش دراري والو خرجوا لعياني. لا اله الا الله. شنو حلفتك شنو حلفتك اسي احمد؟ انا دابا فات الساعه جالس ما عنديش بليده كنشريها وجالس كناخذ وصافي. فاش نقدر نعاون خويا فاش نقدر نعاونك؟ فاش نقدر نعاونك؟ عاوننا في واحد الرساله بلغنا الوزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه الله يجازيك بخير. شنو خصك؟ قلنا هذيك البلاد ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه ما بقاش يكري لنا صحابي كيف المخدرات هنا هما اللي ساسوا لنا الماء هنا كاع. سيدي احمد اسمع لي غتمشي للعمالات تاونات وغتطلب تلتقي الكاتب العام من طرف ديالي ولا ودي راسني عندك كاتب العام العماله سير عنده انا غنكمل البرنامج غنعيط ليه والله حتى غنسولو عليك وغنتبع معك هاد القضيه هادي سير عنده غدا الصباح سير للعماله طلب مواعيد مع الكاتب العام قول ليه الله يخليك راسني عندك الاستاذ مامون بركة الدريبي لهذا الغرض دير الرساله ديالك ديها لعنده انا غنكمل البرنامج غنعيط لهذاك الشريف راه من الصالحين راه الله تعين في تاونات وتنحيي احبابي ديال وزاره الداخليه اللي واقفين في جنب المواطنين ناس كيضلوا ينتقدوا الاداره كنعرف الصالحين في هذه الاداره كنعرف الصالحين منهم هذا الحبيب هذا مرحبا سيدي احمد اذا نواصلوا باقي المكالمات معنا كوثر من الدار البيضاء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس عليكم مرحبا لك كوثر انا كوثر من الدار البيضاء عندي 25 عام بغيت نهضر على بغيت ما عرفتش شنو غادي نقول ولكن كنحس براسي عندي مشكل مع نفسي شنو هاد التخرشيش منين جا كتخرشيش واش الصوت منين جا شوف بنتي عافاك عندك شي تخرشيش شي بلاصه واش كدوي بشي حاجه قريبه للكاسك ولا ما عرفتش شنو كنتي دايره شي كاسك ولا كيتحكم هذيك الو هي بنتي كنسمعك دابا شويه عندي مشكل مع نفسي انني ما تيقاش في نفسي ما عارفش كيفاش نسير حياتي ما عارفش بزاف د الحوايج جمل كبار نعم واش بغيتي بهذا الجمل كبار ما عارفاش كيفاش نسير حياتي جمله كبيره بصح انا هضرت معاه اللي تلاقيت معاه وهضرت معاه تيقول لي هضرتك شويه كبيره جمله كبيره هكا تخلي راسك بوحدك دابا مخلوعه الله يرضي الله شنو المستوى الدراسي ديالك بنتي كان خديت لا ليسونس لا جيستيون ايكونومي وعاود مازال درت ديبلوم اون جيستيون دي زونتربريز. صافي هادشي اللي درت وكون درت دي ستاج مازال. ايوا خدمتي ولا مازال؟ لا مازال ما خدمتش يلاه درت دي ستاج صافي. ودابا هذا هو المشكل هو انني انا باغا نخدم باغا ندير شحال من حاجه في حياتي باغا نسافر باغا بزاف الحوايج ولكن ديما بحال كنلقى شي عقبه عندي ما عرفتش. ساكنه مع الوالدين ديالك ياك؟ ايه ساكنه مع الوالدين ديالك. شحال بكم في الدار؟ حنايا خمسه جوج خوتي وماما وبابا وانا. يعني كانوا عندنا شي مشاكل في الصغار كنت كنقول لله انهم ما اثروش فيا ولكن منين كبرت
ودابا بغيت نواجه الدنيا ونشوف الناس ونتخلط بهم لقيت بانني زعما عاوتاني مشيتي للجمل الكبار نواجه الدنيا سير حياتي نواجه الدنيا اودي حيد عندنا هذا الجمل ضيدي دابا هادشي راه وقع ولا في يعني ما غاديش نقدر ما عرفتش دابا دابا لاحظتي هذا واش طباع ها او لا هذا واحد صعوبه فكيفاش تكون بشخص كوثر شكون هو الانسان السعيد تيكون سعيد فين شكون هو السعيد راه هو المقناع الخفيف الظل الانسان المقناع قنوع خفيف الظل راه هو السعيد يكون سعيد في حياته فدابا بنتي كوثر شحال ديال الفلوس عندك وجيبك والو البارح شحال كان عندك ما كان لا والبارح والو السيمانه فايته والو السيمانه اخرى كان شي حاجه شحال كان عندك 600 درهم بحال هكا والسيمانه الاخرى كانت اكثر شويه شحال 150 والسيمانه الاخرى حتى هي تقريبا والسيمانه الاخرى تقريبا إذا عندك في المعدل 150 في السيمانات الأخرين وهاد السيمانات اللي جاو مالو ما عندكش مبقاش وفوقاش كتظن غيولي عندك صريف نعم فوقاش كتظن غيولي عندك صريف غدا بعد غدا شكون اللي كيدور معاك الوالدة والوالد لا قسم الله ياك نعم وهاد الوضعية أنه كتبقى تنتظر حتى يدور معاك أمك وباك بقيتي متقبلاها ولا عدفتيها لا انا ما متقبلاهاش صافي عدفتيها ماشي عدفتها كرهتها كرهتيها كرهت واش كيعطيوك الفلوس كيمنوا عليك تينقلوا عليك تيحشيو لك الهضره لا بالعكس ولا غير انت من نفسك بوحدك تزيرتي لا بنفسي بوحدي انا كنقولها لماما تنقول لها انا ما بقيتش اللي بغيتها نقول لك اري بغيت نمشي غير للحمام نقول لك اري بغيت نشري هذه يعني كنسكت واخا نبغي واحد الحاجه وانا ما عنديش ما نقدرش نقول لهم عطوني لا كوثر نعم علاش الله تيقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عاودها معايا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا شنو فهمتي منها يعني الناس باش تقدر تطور ولا باش تقدر تدير حياتها ماشي مشكل ماشي حرمه ولا ماشي عيب الا تلفات من عند ناس اخرين بلاتي دابا انت درتي ليا التفسير الله عليك ولكن ما طلبتش منك التفسير طلبت منك تعاوديها وتقولي لي شنو فيها كمعنى هي المعنى المباشر ماشي المعنى الغير المباشر اعطيني المعنى المباشر اللي كاين في الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا المعنى المباشر يعني اللي كيعطي قرض لشي واحد اخر ولا الايه راه واضحه من ذا الذي يقرض الله بحال الى ما عرفتش الصراحه الايه واضح فيها هاتي غير شوفي فيها تيقول لك الله شكون اللي يسلفني الله تيقول لنا شكون اللي يسلفني انا اللي خلقكم انا الله شكون اللي يسلفني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ايه واش دابا كتظني بان الله محتاج يتسلف من عند شي واحد لا حاشا ولله اذا هو هنا الله كينوب على شي على شي واحد على من كينوب كينوب على الناس لا. كينوب على الفقراء ايه تيقول لك الا عطيتي لشي فقير راك عطيتي لله فدابا انت واش امك وباك تيحطوا فليساتهم في يدك ولا كيحطوا فليستهم في يد الله والله كيعطيهم لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كيحطوا في يد الله والله كيعطيهم لك اذا سيدي ربي اللي عطاهم لك غتقولي الحمد لله ولا تسالن يومئذ عن النعيم عاوديها معايا ولا تسالن يومئذ عن النعيم اشنو فهمتي منها صراحه ما كيقول لك سيدي ربي اعطيتك يا كوثر شميشه وعطيتك صحيحة وعطيتك واحد المصروف النهار اثنين او ثلاث ولا الاربع وعلاش بقيتي غضبانة وطالع لك الزعاف علاش ما ضحكتيش ولا تسألن يومئذ عن النعيم غيسولك على العدس اللي كليتي على الخبيز والزيت العود اللي كليتي على الفراش اللي تغطيتي به كني عم ليش كني عم وخر قليلة ما تحقرهاش لان راه كاين واحد اخر ما عندوش كاين دابا واحد اللي دابا عم كاين داير دياليز عندو الفلوس ما قادر لا ياكل
تخيل يقولوا لي من نحيدولك المال كله عاتبرا ولي كلاويك خدامي يقول لهم انا باغي نولي فقير ارضوا لي كلاويا ولي صحيح ان كل سنه معكم ليدام والو ما ياكلش ليدام والو ما ياكلش اللحم والتعايش بحالو بحال فرط عطو عايم الصفر الرحيق ولا لا كوثر عندها واحد شويه الفقر ها وهنا تيقولنا الله في سوره البقره غادي يمسكم واحد شويه النقص من المال والثمرات والانفس وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات شوف الجمال ماشي صلاه صلوات فوقاش كتربى الهمه العاليه تكبر الواحد الهمه العاليه راه كتربى في الصغر راه جايه من العرق من الجدر كبر معاها اذا هنا بنتي كوثر خصك تعرف بان السعاده نوعان سعاده الحال وسعاده الصنعه سعاده الحال هي سعاده الاطفال الابرياء هذاك الرضيع الصغير عامين ثلاثة أربعة خمسة هذوك عندهم السعادة الحال كيرضع كيشبع كيهز طريف ديال الدلاح شوية العنب خبيز وتشوف سنيناتو ضاحك لك حتى لدرجة العقل واخا ما عندوش درجة العقل وعويناتهم يبرقوا هذاك سعادة الحال وراها كاينة نفسها عند المجاديب وعند المجانين بحالي أنا مجنون في حبكم المغاربة أما ملي تكبر يا إما أنت من أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى هذاك يبقى عنده سعادة الحال يا إما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذوك عندهم سعادة الحال وإلا أنت ما منتاش من هادو ما منتاش من هادو أجمع الذكاء وصنع ما معنى الصنعة عمرك شتي شي الحل أطالع على شي واحد باش يدير ليه جبح الحل كيمشي للغابه في عرش عندك ليله ونهار كيطلع الجبح ديالو بالشمع وبالهندسه عمرك شتي النمل عطال على شي واحد يحفر ليه عمرك شتي على شي طير عطال شي واحد يدير ليه العش ديالو علاش حنا عطالين على شي واحد يدير لنا سعادتنا مرحبا مستمعنا معنا فاصل وراجعين ورجعنا لكم مستمعنا دائما خلال البرنامج بكل وضوح تفضل بروفيسور اضافتك الكوثر باش نواصل باقي المكالمات الوغ بعد ما دويت مع بنتي كوثر في امور العقيده والايمان اللي كيشحن بها الانسان نفسه باش يقتحم العقبه او العقبات اللي كيواجه وغيلقى في حياته كيخصنا ندوزو للواقع الواقع عقلوا وليداتي على لو تي دو لا ريوسيت دو جون ديبلومي دير واحد غران تي ماجيسكو غتلقاو عنده ثلاثه د البارات جوج الفوق والوسطانيه بحال الكتف مع العمود الفقري اي واحد حاصل على شهاده وعنده كفاءه في يده يعني كيتقن هذيك المحتوى التقني او العلمي ديال الشهاده ديالو ليسونس ولا ماستر ولا دوك ولا تأس ولا الدفاس أو اللي كان وتيقلب على خدمة وما لقاش خدمة واجب عليه يتقن الفرنسية يتقن اللغة الفرنسية من ناحية الشفوية ومن ناحية الكتابية يتقنها ماشي يكون متوسط فيها يكون واعر فيها تي هذا عمرنا داك البره اللي على اليسار ديال الطي ندوزو الاخرى يتقن الاعلاميات تريتمون تكست والطابلور والايميل هادو خصو يكون شاربهم كيفاش تصيفط ان ايميل جروبي كيفاش تكري دي زاليرت اوتوماتيك كيفاش تكري ان ريبوندور في لبوت ايميل اوتوماتيك ديالك كيفاش تحط كذا خصك تكون كتلعب تزيد لانفوغرافي كيفاش تخدم صوره كيفاش دير شارت غرافيك كيفاش تلعب الالوان خص لا ميتريز دان سيغتان نيفو
ديال لانفورماتيك بيروتيك دو جيستيون تكون في الدكتة تلعبها جوج. ثالثة الهندام savoir bien se présenter. تلبس أنيق ألوان مستوى وخا تكون فقير تقوم شغلك وترد البال ما تبلقش ديرش هذيك لا سيديكسيون الزايده ما تملقش وما تحجرش ما انتش كتسعى وما انتش جاي تشطح ما انتش مغني ولا فنان جاي تشارك في عرس ولا في صحراء انت عندك كفاءه اذا خصني نكون خفيف الظل نعبر واش هاد الشخص اللي مشيت حطيت السي في واش عنده قابليه ندوي معاه ولا كنشوف السيد ولا السيده في الباب ولا في البيرو مزير وانا كندوي معاه مزير نبدل ساعه اخرى فملي تجمع هاد الثلاثه هادو الكفاءه راه حنا داوين عليها شتي الا مشات تجمعوا الثلاثه ما عندكش كفاءه بلا ما تمشيها رانا كنعتبر الكفاءه هنا موجوده اش كنقصد الكفاءه يعني ملي قالت لي بنتي كوثر انها عندها ليسونس اون جيستيون ايكونومي وعندها ديبلوم اون جيستيون دونتربريز يعني راه شتي ملي راه بغيت ندقق خاص ملي ندخل ندقق في المحتويات الدراسيه ديالها ما خصنيش نلقى الخلل يعني السكل ديك الداله الصحيحه هو الكفاءه العلميه او التقنيه اللي عندك خصك تكون هضمه وتزيد عليها التي شتي تجمع هادو بجوج الكفاءه العلميه اللي عندك او التقنيه تشدها في يدك متمكن منها وتزيد عليها اللغه الفرنسيه او الانجليزيه ولا كيف المغرب كنخدم بزاف الفرنسيه طبعا الحال العربية هذيك راه ما كنحتاجش ندوي عليها هذيك عندنا في الدم هذيك كتجري لنا في لاديان ديالنا والهندام لوتي انفورماتيك وشوف واش تلقى خدمه ولا ما تلقاش مستمعينا لو سمحتوا غادي توقفوا للحدث مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا ونواصلوا باقي المكالمات معنا عائشه من اكادير الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الو عائشه مرحبا لالا الو يكون لباس الو نمشي عليك يكون لباس الو نمشي عليك وعليكم السلام ورحمة الله يكون لباس الحمد لله يكون لباس الله يخليك دكتور انا كان ممكن النمره ديالك نرجعك للستوندار خلي لي انت النمره ديالك وعائشه ما تقطعيش معنا نرجعوك للستوندار وحاولي تعطينا التفاؤل ديالك ان شاء الله وفي نفس الوقت رقم الهاتف ديالك شوف معاك اي اكيد ناخذ حمزه من الدار البيضاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كبيرة أخت سناء لاباس الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا إمام مبارك كبير لاباس مرحبا سي حمزة بارك الله فيك كلشي مزيان بارك الله فيك الحمد لله بغيت أول حاجة بغيت نوجه لكم الشكر أنت والأخت سناء والطاقم التقني ديالكم مرحبا على هاد البيزاع اللي دايرين في الناس لأن بزاف ديال الناس تعلموا منكم وكيعرفوا كيفاش دابا يواجهوا الحياة ديالهم وداك الشيء كنشكركم مرحبا نيابة على الناس كاملين سي مامون أنا اليوم عيطت لكم صراحة حتى ما لقيت شي حل آخر يكون لباس لا قبل غير انا باغي نكمل لي زيتود ديال باغي نكمل لا تروازيام اني ديالي خديت ان ديبلوم في كوميرس اي جيستيون وما ما عرفتش كيفاش عييت ما نقلب في لي فاكولتي وداك الشيء ما كلهم تيقولوا لي خاص تخلص وداك الشيء وانا ما عنديش لي موين دابا شنو حصلتي حاليا انا عندي ديبلوم في كوميرس اي جيستيون اين هو دوك ولا ليسونس شنو عندك لا دي تي اس بغيت نكمل لا ليسونس بروفيسيونيل دي تي اس منين المدرسه خديتيها؟ في المليستا ليستا فين؟ من بولو ليستا بولو فينا أيوة. شعبه؟ في الكوميرس اي جيستيون كوميرس وكاينه وكاينه اي ليسونس بروفيسيونيل تما كاينه؟ ما كايناش في ليستا كاينه في لي فاكولتي لا راه كاينه في المدارس ديال التكوين المهني كاينه ليسونس علاش باغي تمشي للفاكولتي؟ يقدر الا كان واقيلا يلاه داروها جديد اه كاينين ولدي الله يهديك حنت انا قلبت لي فاكولتي وداك الشيء حتى لا لا خلي الجامعه مشيش الجامعه حنا باقي ما وصلناش اولدي في المغرب باقي ما عندناش النغول حنا راه مازال عندنا العقل بابوشي
احنا مازال في المغرب عندنا عقل ديال البابوش باقي خدام معنا. البابوش راه كيخصها 100 عام باش تقطع زرقطوني. انت مالك اولادي بغيتي تحبهم راه كيفهموا كيمشيو بسرعه غيديروا لكم لي باسخيل ما بين التكوين المهني وما بين الجامعه. انتم ساين وحتى الديناصورات تبعت شنو غادي مالي امريكان غادي يعاودوا يخرجوا الديناصورات غيديروا لي باسخيل. انت عفا ولدي الله يرضي عليك غنرجعك للستوندار وغادي نصيفطك المؤسسه المديريه الجهويه ديال التكوين وغيشوفوا لان راه كاين واحد السيليكسيون كاين واحد السيليكسيون في المعدل وكاين واحد الحويجات. الا انت يا عندك الاشياء اللي هي صالحه دخل اولدي ليسونس ما كاينش ما حيداش لك هذا. دونك غادي نرجعك ونوجهوك للمديريه الجهويه وكان حبابنا كنعرفوهم وغتمشي ولدي وغادي هما يوجهوك يقول لك ها المؤسسه اللي فيها ليسونس ها اللي فيها اللي فيها وها المتطلبات. دابا بروفيسور ما كنشوفش انه من خلال البرنامج يعني اغلبيه يعني الشباب والطلبه اللي كيتواصلوا معنا دائما عندهم مشكل في التوجيه، يعني كيوصلوا لواحد المرحله ما كيبقاوش عارفين مثلا واش هذاك المسار اللي غاديين فيه هو الصحيح واش خصهم يكملوا فيه او لا خصهم يوقفوا يعني العقل العربي البليد عنده لا جيستيون اون طون غيال كيتصرف مع الاشياء. مثلا انت جايه لالا مع عائلتك من الرباط داخل الدار البيضاء ياك عملت البرنوسي كدير اشغال في الرومبوا ديال خرجه البرنوسي فوقاش غادي يخبروك بان الخرجه البرنوسي راه فيها الاشغال حتى غتوصلي لخرجه البرنوسي فوقاش خصك تخبري ملي تكوني قربتي للمخرج ديال المحمديه تغير المسار غتلقى بلاكا الاتجاه المخرج البرنوصي فيه اشغال الرجاء تحويل الى مخرج اخر نشكركم على تفهمكم. والتالا اللي راه كانوا كيصلحوا دابا حاليا مؤخرا هذه واحد ثلاثه ديال الاسابيع داروا واحد الرامبوان اللي كيؤدي دخلوا طرق من جهه البرنوصي وتاتا توصلي على الطوموبيله وكتلقى الطريق مسدوده وسريق قلبي على راسك. هذه غير السيركولاسيون هذه. السيركولاسيون باقي ما قدرناش نديرو لونتيسيباسيون. نديرو المعلومه السبقيه على السيركولاسيون. اللي فيها ان شونتيي واللي فيها دير بلاك. انت اش كتقولي لي لا لا تمشي ديري لهم توجيه. واحد عنده ديبلوم ديال ديال لافورماتيك تيقري الماط. واحد عنده شواهد ديال الماط كيقري الفرنساويه. واحد ما لقاش خدمه في شي بلاصه جا دخل يقري معلم. واحد ما حاملش التعليم كيقري معلم. واحد اساسا ما كيحملش كاع المغاربه ما هوش في الدم كيبغي العرب كيقري. واحد ما كيحملش الفقراء. زيدي مساكن على حاله الطلبه. ماشي غادي مجرور خرج من الدار خد الباك تلفت بحال هكا بانوا لي واحد 10 صحابو غاديين تبعهم تبعهم فين غاديين وغادي نديرو الوا شنو هاد الوا غتولي اللوا ها شنو هو الوا ولا اون كيترونجي غابليكي ياك واعره فين كاينه كاينه في الجامعه مشى تزرف الوا دخل الوا ما قشبل والو العام الاول قال لي منين هاد الوا ما فهمتو قالوا لي راه كاين واحد الشعبه سميتها السيونز ايكونوميك شنو هما هاد السيونز ايكونوميك علم اقتصاد سمية واعرة علم اقتصاد مشا ادخل وانت باش يديروا لك بلاكة تخبرك باش ما توصليش تتحصلي لا منين يجي هاد الشيء منين من عدم احترام صفة المواطنة لهذا قلت لكم انا واحد النهار بلا تنجمع شويه الفلوس وتا والله تا غندعي شحال المؤسسه غنبقى تشوفوا نعرف المحاكم انايا ملي انا مزعوط في المحاكم ولي حيت ملي تتحمل المسؤوليه يا اما عندك الذكاء ديالها يا محيد حنا دابا داخلين على المنتخبات داخلين على الانتخابات شحال من واحد كيخسر فلوس في الحمله وما عرفت يهضر انا كنسمع ليهم والله يا لالا انا كنسمع ليهم راه غير حشمت ونهز الخطاب ديال كل واحد نحطو وندير نو كومنت شرا كاينه في اورونيوز كاينه واحد الفقره كتسمى نو كومنت ما كيهضروش كيديروا غير صوره وموسيقى وكتسمع طن طن صافي شي غادي نجيب هذيك الجمله تاع داك السيد ولا السيده ونحطها في واحد الموقع انترنت ونكتبها اش كيقول غنوريها اش كيقول راه ما عارفش اش كيقول والله ما عارفين شي تخرميز شي تخرميق والغريب في الامر الناس كيصفقوا كيصفقوا قالت خرميقه وناس صفقوا بدو يصفروا واي قلت لهم في خاطري انتم اش غتصفقوا على من
على تخربيق اللي قال، على تخرميزه، على 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 شنو هادي شنو. فدابا هنا ولدي حمزه هنا في خص واحد يعرف ذكاء في التدبير. احنا في افريقيا، احنا الافارقه عندنا واحد الخاصيه، احنا الافارقه ما كنلوحوش، ما كنضيعوش، كنروسيكليو. تتع واش شتي كنديرو بالحولي في العيد الكبير؟ كناكلو اللحم، كنديرو قدين، كنديرو هيدوره. يمكن احنا الوحيدين اللي كنديرو، كنستغلوه ماشي 100%، كنفوتو 100%. اذا عفا خويا بغيتك تولي افريقي. اذا شكون هو الافريقي؟ اللي كيهم الافريقي هو ما ياكل وشنو يتفرش باش يناس، وشويه الفلوس باش يشري الدواء، ولا شاط ليه شويه كيشرب قهوه. ضو الافريقي ملي كيزيد يترفح شويه الافريقي كيشري بيكالا، وملي كيزيد يترفح شويه الافريقي كيشري طريطير، تيدير ليه لاسيرونس كيدير الكاسك. وملي افريقي كيترفح تيسرح الموطور شويه كبير وتيتعلم الميكانيك. اذا دابا ولدي حمزه بغيت يولي افريقي، والعديد من الطلبه يولي افريقي، سير قرا اي قرايه، الغرض ثقافه، غرض ثقافه، اي قرايه صالح، وسير خدم اي خدمه تضمن لك خبز حلال، اي خدمه، شيفور تاكسي، تغسل الطوموبيلات، تدوز لاسبيراتور، تصبغ العماره، تمسح الجيج، تعلم دير بيتزا، كليفري، دير اللي درتي، غير تاكل في كريشلك وتضمن رزيق باش تفرش تنعس وتشري الدواء. ثم اش كدير دابا؟ هنا فين السعي المشكور؟ ردوا البلع. شنو لقيت انك كتقرا واحد الثقافه وكتمشي تخدم واحد الخدمه، شنو تيولي قدامك؟ كتولي كدير علاقات، كتعرف فلان، كتعرف فلان، كتعرف فلان، تعرف فلانه، تعرف فلانه. حاليا عندنا جوج انواع المقاوله في المغرب، عندنا المقاولة التقنية وعندنا المقاولة التجارية. المقاولة التقنية كيخصها كفاءات مضبوطة، محسوبة ماط، كابلاج تعرف ليه، الكترونيك تعرف ليه، التقنية. أما المقاولات اللي عندها الكفاءة التجارية راه ما تخدمش لك هذاك اللي خارج من ايكول دو كوميرس وعنده ليسونس عنده الماستر. شكون اللي كتخدم؟ اللي كيعرف يبيع ويشرى واخا يكون عنده نيفو باك ولا ما عندوش الباك كاع. هذاك اللي مشى قرا تقف ومشى دار هنا ودار هنا ودار هنا، شتي لقيته اللي تمشي عند المقاوله التجاريه. دابا ها هما شركات العقار، كاين ريسيسيون في العقار، كاين خصاص في البيع. واش متاكدين كاين خصاص في البيع ولا كاين خصاص في لي كوميرسيون؟ ياك عندنا دور النشر وعندنا المطبعات، طبعات خدامين، والكتب ما كيتباعوش، واش نتوما متاكدين ان الكتب ما كيتباعوش ولا ما عندكمش لي كوميرسيون؟ عندنا المختبرات، عندنا الادويه ديال الهبال في المغرب، لي كومبليمون اليمونتير ديال المغرب كيحمقوا. تخيل انا كومونديت واحد الدواء جابوه لي حبابي من اوروبا، لقيتهم مصنوع في مكناس، وانا نقول لراسي ادري خلصت الطياره، خلصت العجب، ورا المحتوى ديالو ديال مكناس هو الطبيعي اللي مخدوم به. وتنحييك الشركه المغربيه ديال مكناس، والله الا صيفطت واحد الاستاذ صاحبي اللي غتمشي لعندهم وتشكرهم. وتا جايني برودوي من برا، وتا الماده اللي كداوي فيه ديال المغاربه من مكناس، وبشحال تبيعوا المغاربه هنا؟ 45 درهم. وبشحال شريتها لهي؟ وكاع ما نقول لك الثمن تبهدله. اذا دابا شنو اللي خاص؟ خاص اللي يوصل لك المعلومه ويوريك المنتوج ويوريك فين كاين ويوريك انك انت محتاج ليه. راه شحال واحد ما عارفش شنو صالح ليه، ما عارفش. فهنا الا قدرنا نجعلوا ولادنا ما يبقاش في النمطيه ديال هذاك قرا تخرج السي في دير محفظه فيق الصباح شد الطوبيس سير لنابيك دير الصف شد النمره عمر ورقه سير للدار برك في القهوه سانت عيطو سير للسيت عمر الفورمولير صيفط الايميل ساين شوف لي زافر سير الجورنال شد الجورنال عمر لي زافر. نمطيه ما خدامهاش، ما خدامهاش هادي. واش نقدروا نكونوا افارقه في الحل الاقتصادي؟ واش نقدروا نكونوا مسلمين في الحل الاقتصادي؟ واش الطب الاسلامي في اخبار كيفاش كيتعامل مع المرض؟
هذه خاصية بوحدنا عندنا احنا مسلمين. الطب الإسلامي كيتعامل مع المرض على أساس ذكاء يجب فهمه. فاصل مستمعينا ونرجع نواصلوا باقي المكالمات دائما في برنامج بكل وضوح. ناخذوا مكالمة أخرى معنا فاطمة من سلا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة. كي داير أختي سناء؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الدكتور ديالنا. مرحبا لالا. الله يخلي لينا. يا ربي ربي يحفظكم. ديما كنطلبوا الله يخليك. بارك الله فيك أختي حبكم الله ورسوله. مرحبا. الله يخليك صحتك. مرحبا لالا. بغيت نقول لك يا دكتور الله يجازيك بخير، عندي واحد المشكل مرضني في صحتي. خير ان شاء الله. عندي واحد الولد قهرني قهرني ما عرفتش شحال في عمره. عمره 19 عام. واش من المشكل عندك لها؟ لا عندي المشكل مع فرقه مع باه واصلا هو كان عنده واحد الحين تبلت زعما انا بقى معانا كان عنده باه من شحال في عمره؟ حيت يلا شي 5 سنين هذه باش تفارقت معاه. وكان عنده شي 2 عامين تقريبا. وبحكم انا واختو عندي اختو شويه ونديكار عيانه شويه زعما معمر علينا وراك عارف المره مطلقه كتكون شويه من زعما يكون معنا راجل في الدار ويا ريت يا ريت كنت كون عيش هذيك اللحظه اللي كنت بغيته فيها انا ما قدرش نجيبو عندي جات تصور كتوصل لدرجه انه كيضرب اختو كل مره ضربها واحد الضربه مسكينه ما تصورش في الجزاء الراس ديالها بحال شي اعوذ بالله شي حجره بحال شي قنبوله عين مسكينه ملائكه معاها. وعلاش انا لا ما عاودش رجعتي لعند با؟ واش با تزول وما شي اختو عنده ولا شنو؟ لا ماشي بالعكس باه متقرب ليه بزاف غير انا قلت زعما يبقى معايا راجل يعني معايا راجل. لا فاطمه الله يرحم الوالدين. ودابا دكتور الله يخليك نعم اختي زعما يعطيني راس الخيط واش يخلي معايا ولا لا فاطمه لا فاطمه ما خليتوش معايا لا لا فاطمه الله يخليك. شوف واحد الدوامه دكتور صبري 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 وتصورت يقول لي مالكي نفخه عليا صدرك مالكي وليتي هكا وانا انا اصلا انا مالي في راسي وبغى يقهرني بغى يقهرني يا دكتور دابا وتصور كيهضر مع باه وكيبقى يضحك واش كيحرجوا عليا واش ما فهمتش دكتور خلي نكثر عليك واحد العالم غير بشويه غير بشويه غير بشويه. لاله فاطمه شوف ثبتي وخليني ندوي معاك مشرمل حيت انا كنخدم بالتشرميله انا راني كنعرف نصيب الحوت. صبر معايا واخا خليك نحيد تصور وصبري صبري وصبري خلينا ولا لا فاطمه وصبري باش ندوي وعفا بنت عمي. يا دكتور اسمح لي لا لا فاطمه شحال في عمرك؟ 45 عام دكتور. انت يا مازال كتبغي راجلك مازال باينه باينه بنت عمي باينه وشاده السبيب من الدري انت شاده السبيب شوفها بتعمي ما توريني خدمتي ما تورينيش خدمتي انا خدمتي هذه وانت معي ثاني باش كتبغي راجلك وشاده الدري لانه هو صله الوصل بينك وبين زمانك القديم. علاش طلقتو؟ داكشي يا دكتور قلت زعما يبقى حدايا ولدي يعني بحال كان خصوصا كيشبه ليه هو بزاف وراني بانت ليا بنت عمي واش تحابين راه علاش طلقتو شنو السبب ديال الطلاق؟ تدوي معايا باش نعلمك ديري السحور ديالنا السحور ديالنا هو الحب. تيد قولي تيد شنو كنت هضرت معاك يا دكتور كنت هضرت معاك عليهم وعاودي يدوي معايا راه تبارك الله شحال من واحد كيدوي معانا بنت عمي شنو سبب الطلاق؟ شنو سبب الطلاق؟ تجي عليا بزاف يا دكتور دابا يا دكتور انا بغيت نصيفطو ليه بحكم انه بغيت وانت غادوي معايا انت ما بغيتيش تدوي معايا شنو سبب الطلاق مع راجلك؟ نعم يا دكتور شنو سبب الطلاق من راجلك شنو السبب؟ مشكل كبير بزاف وبحكم انه كيفسد بزاف كي؟ وما كي راك عارف كيزني نهضر ما كاينش حوايج خايبين بزاف كيفسد ودابا ما تابش هو ما تابش هو صافي دابا تزوج وقع لي مشاكل هو داك الجواز داروا عير بعير ضده صافي ما ماشي عنده شي ولاد من هذه اللي تزوج عير ضده صافي ودرت انا طلاق الشقيقه انا اللي درت طلاق الشقيقه عنده شي ولاد من هذه المراه ولا ما عندوش ولاد؟
لا لا ما بغاش يولد، هو اصلا ما بغاش يولد، عنده مشاكل مع النساء على الاولاد، هو بغى الاولاد، هي بغات الاولاد وقال لها لا انا ما نولدش عندي اولاد. هو اصلا عنده مشاكل مع دابا، هي بغى الاولاد. ومعك انت واش كيتصل بيك؟ عنده شي علاقه معك ولا والو؟ لا لا لا، هو بحكم ان انا درت طلاق الشقاق ما بقاش يحمل يهضر معايا دكتور، كنبغي عين نتحاور معي على الدري، نقول لها انت تهضر معاه وهذا الصوت ديالي يا دكتور، ما بقاش كيحملو. لا اله الا الله. وهنا ماشي داكشي انا عيل الدري، انا بغيت دابا غير راس الخيط، انا خاصني نصيفطو بحكم انه خاصو من الاحسن يكون معاه هوايا. وعلاش انت عندك الصعوبه ما قدرتيش تصيفطي ولدك عند باه؟ شنو الصعوبه؟ ما خيتيش بولدك ولا شنو؟ لا دابا اصلا انا دكتور، انا كنهيئ باش نصيفطو، على بحكم ان الدخول للمدرسه دابا مفكره يعني غادي نصيفطو دابا هاد الايامات غنصيفطو. لاله فاطمه هاد الاسبوع، هاد الاسبوع لاله فاطمه ان شاء الله. ياك ما ندمتي على الطلاق؟ بزاف. ندمتي؟ بزاف. لا حول بزاف، ولكن ماشي الله ما عندي ما ندير. عندي ما ندير يا دكتور. ما لقيتيش شي ناس يصالحوك مع راجلك والو؟ ما لقيتش. واحد قال لك انت درتي طلاق الشقاق صافي، ولكن ما عنديش مشكل. طلاق الشقاق ماشي اعدام، ماشي اعدام. طلاق الشقاق بحال شي واحد كتكون شريك انت وياه، كتقول لي نفرقوا الشركه ومن بعد عاوتاني نتلاقاو ونخدموا. انا دابا وليت انا بحال وليت في شي اشكال، انا دابا هاد الدري دابا كيلعب عليا كيف ما بغى. واش عنده كونتاكت مع عليا انا؟ لا لا ما تدخلش هاد الباب، ما تدخلش. لا فاطمه ما تدخلش. المشكل دابا بنت اللي مريضه ما كيهضرش معاها دابا. نفقه كاين فق شويه؟ نفقه بزاف باش جيت هنايا يعني الرباط باش وقفوا معايا. الله يجازيهم. مات راجلك وباه باقين بالحياه؟ اه باقي في الحياه، ولكن هو ما كيخليهمش يهضروا معنا، كنتصلوا بهم حنا على حساب ولاد باش هذا، ولكن هو كيقول لهم صافي ما تهضروش معنا. ملي كتهزي ولادك عند جداهم تزورهم كيخلوك تدخلي ولا ما كيخلوك تدخلي؟ لا ما عمرني هو كيقول لهم ما تجيش. دابا الا مشيتي للدار يجريو عليك؟ لا ما يخليونيش. الله ما يخليونيش. ما كاينش شي عمو ولا شي عمته والو؟ هما بعادين علينا شويه. انا فكرت انا باش نمشي عندهم زعما، ولكن انت وصلت القضيه كبيره بزاف، ما هضرت على حقي على حساب النفقه، حيت 5 سنين ما عطاهاش، وملي هضرت على النفقه وهذا ما بغانيش ندير هذا الشيء. شحال الوقت باش طلقتوا دابا؟ شي 5 سنين دابا، ويلا 5 سنين هذه باش عطى النفقه، يعني حتى ما بقاش شي طريق زعما اللي كيشد زعما، ماشي كيشد داكشي مزيان، ولكن شويه عاوتاني ما قدرتيش تويس في حالها. لا فاطمه ياك واش نقول لك يا دكتور؟ لا خبيت، لا قلت لك شي حاجه، لا كذبت عليك عادي، لا نقدرش. ما قدرتيش تطوي هذا الصفحه؟ ما قدرت حاولت ما امكن. شنو كتنتظر اختي من هذا؟ عزيز عندي بزاف، ولكن الغالب الله ملي ما كنشوف حتى نعيا كنقول اللهم لك الحمد، هادشي اللي كتب عليا الله، ما عندي عزيز عليا بزاف، ما قدرتش باش ننساه. هو اصلا انا ملي كنبدا نعيط له وهذاك الشيء كيقول لي شي كلام قبيح كيضرني في خاطري بزاف يا دكتور. هو قبل ما يوقع هذا، انا اصلا هذا دكتور كون كنت في هذاك النوع اللي كيقول لي باش يوصفني، هو ما غاديش نبغيه، وما غاديش نبقى باغيه 5 سنين هذا. واحد الكلام قبيح بزاف، هو اللي خلاني دابا كنساه بشوي داك الكلام ديالو الخايب، هو اللي كيكرهني فيه بشويه خصوصا هاد العامين الاخر. ما شاء الله. الله يصبرك. ما شاء الله. يلاه ولينا الوكيل. والمشكله دكتور هذه اللي خداته كلاو طعامي يا دكتور، صاحبه. صاحبه دكتور كلاو طعامي. مشاو زوجوه. في العوض الله ينهي والطريق الخير، وقالوا لي وليدات كادوك وما تقربش فيهم. زعما لعبوا عليا كيف ما بغاو، ولكن ماشي. لاله فاطمه بغيتك توجه واحد النصيحه للناس اللي كيغضبوا وكيتقلقوا وكيمشيو للمحاكم وتيخسروا العلاقات كانه ما عمرهم غيعاودوا يرجعوا. ولقيت اللي كيبغيو يرجعوا كيلقاو طريق سدوها وخسروها ما بقى الرجوع. بغيتك تنصحي هاد الناس بهاد التجربه اللي عشتي، لانه لو كانت ان الانسان دابا دكتور، هو اصلا كان باغي هادشي.
شنو كان باغي؟ خايف من هو اصلا كان باغي هاد اللحظه ديال الطلاق باغيها غير هو كان كيلعب عليا على كان كيدير لي شي حوايج باش يوصلني لواحد لواحد الدرجه ديال بحال بغى يسقيني بهذا المصطلح هذا بغى يسقيني زعما هو اصلا كان باغي هادشي بحكم انه بهذا الشيء خايف من هاد المصاريف ديال هذا لا 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 فاطمه لا عفاك اختي لا لا عفاك اختي لا لا هو اصلا ملي كنهضر مع دكتور كيقول لك انا لاباس تسكيت منك لا لا فاطمه لا لا نعطيك رايي في هاد النقطه بالذات هنا كيغلطوا واحد العديد من الزوجات في هاد الامور ملي كيكون واحد الراجل كيزني كيشرب شراب تيبدل الفلوس البارح دوينا لكم على الصفات المتعدده وان تاخذ موقف من باب الصفه اللي انت كتربط مع شخصك راه تيولد العنف وانك تاخذ موقف ليس فقط من باب الصفه اللي عندك ولكن تاخذ الموقف من باب القدره على حل المشكل اللي غيولدوا الموقف اللي غتاخذ داخل الصفه نعاودوا ولا باينه دابا المراه عندها الصفه ديال مرتو كيخول لها القانون تصرف في المال ديال راجلها وتصرف في المسائل ديالو وكيصبح هو حرمه ديالها وهي حرمه ديالو هاي الصفه ياك مرتبطه بالشخص الراجل كيزني كيشرب شراب كيقمر كيتصاحب كيبدل المال ولكن راه كيدخل لدارو وتيأدي واجباته دابا هي سمعت هاد الخبار شداتها الغيره شالات خصها تدير واحد رد الفعل تغوت وتحيح او لا تاخذ موقف تغيره بحكم الصفه ديال انها زوجه كتجي واحد صاحبتها او لعائلتها او لشي مستشار ولا مستشار ولا لا راك مرتو ماشي معقول تخليه يتصرف هكا يعني بحكم ان عندك الصفه خذي الموقف هنا في يطيح الانسان في خطا ونوضح لي في يطيح في خطا ان راه ماشي فقط حيت عندك الصفه تاخذ الموقف واش عندك القدره تحل المشكل اللي غيتم جايك بحكم الموقف اللي غتاخذ الا عندك العرف وعندك القدره انك تحل المشكل انا الناس اللي تعرفوني تشتغلوا معايا كيعرفوني عندي مناهج متعدده باش نحل وحل العمليه مع الناس اللي كنخدم معاهم من بين المناهج اللي كنخدم بها كنخدم بالغضب كنقدر نبقى نشعل في الواحد نشعل فيه نشعل فيه نشعل فيه تطردك واحد النوبه كتدرب معنا في المكتب واحد البسيكولوج سخفات 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 عرفتي السيده ولا يجيبوا لها الماء ديال ستاجير كيجيبوا لها الماء وكيشربوها ويرشوا عليها سخفات بهذاك الشيء اللي شعلت قدامها واحد العائله والسيد ناض وغيطردق البيرو وغادي يشعل وانا تنزند كنزند كنزند وانا ندير لهذيك النار ونصرتها وهي تبرد القضيه وهي تسخف وانا نقول لها عندك تقلديني ما تقدريش عندك لان هنا باش تدخل تفك بالغضب والله الا ما كان عندك الاذن ديال سيد ربي وداعي معاك وطابع لك سيدنا رسول الله وواقفين معاك اهل الله ودايرين بك ملائكه الرحمن وعارف الله النيه الصالحه اللي في قلبك وعارف الله الخير اللي باغي توصل ليه الا ما يبدل لك هذيك النار تولي بردا وسلاما اللي خلى لك تما تحرقك انت ولا تحرق اللي معاك ما كنلعبوش في هذا الباب هذا يا اما باب الصدق المطلق ولا حيد منه اذا هنا ماشي فقط الصفه اللي دخلك دير هذاك الفعل واش عندك القدره والكفاءه ولا ما عندكش ها هي ما عندهاش القدره والكفاءه ودارت رد الفعل هي شردات القضيه اش غادي نقول لك كان عليك تصبري ما غتصبرش ولكن كان عليها دير شيء ما غتبقاش ندو كان هذاك الماضي لو كنت انا كنعرفها غنقول لها تخدم بالبارد راك سمعتيني قلت لها اجي نعلمك السحور لان سحرنا حنا ماشي هو داك الشعوذه ولا الطلاميسك لا 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 حنا سحرنا والله تنكلم لك قلبك يدوي معك والله تنكلم لك الخلايا ديالك يدوي معك والله تنكلم لك نعاسك يدوي معك
والله تندوي لك مع معدتك في طعامك تدوي معك، والله تندوي لك مع رجلك ويجيبوك لعدي، والله تندوي لك مع عينك وتلفت لعدي، والله تندوي لك مع كل شيء ديالك وتولي زي عدي. باش خشية الله، رقيت لكم ركين الخوف من الله وكين خشية الله. احنا رمسلمين راه احنا عندنا خشية الله، سيد الدين كيخوفناش، احنا الخشية. وفي خبارك إذا وصلت المقام الخشية تأمر الله الكون كله باش يخضع لك. الله تيقول الكون هاد العبد هذا وهاد الأمة إلى أمرك تأمر أجدر برضو عليه. إذا دابا هنا ملي بدات كتقول للا فاطمة بأنه دار هذاك التصرف باش يدفع هالطلاق وقال لي هذا باني مهني منك وهذا، واش هذه حقيقة ولا هذا تعبير على غضب ضد الصفة ديال الآمرة بالمعروف في صيغة الهيمنة؟ تخبرك بأن واحد شاب ولا واحد شاب كبر في واحد العائلة وباهمو في الصغر ما حبوش ليه صيغة الطاعة، حيت صيغة الطاعة راه ماشي كنقهروا بها ولادنا، راه كنحبوا ولادنا لصيغة الطاعة، لدرجة أن ولدك وبنتك ملي كتحبب ليه صيغة الطاعة وما كتأمروش كيمرض، كيبقى حداك تيسالك تأمره، ما معنى تأمره تقول ليه جيب لك حدايا ويجيب لك ويبكي ويحط راسه على فخذك وينعس وفرحان بابا تيأمرني. فخباركم بأن آخر دراسات حول العقل وتركيبة العقل في هارفارد بينات بأن العقل عنده تركيبة في الجينات قابلية للطاعة. العقل الإنسان مركب في الجينات ديالو اللي كري بروغرامي باش قبل الطاعة باش يسوسومي، والطاعة يا إما طيبة يا إما خبيثة. وهانتوما كتشوفوا كتلقاو بنت ناس ما كتحبلش الطاعة من باها ومن امها، كتخرج كتزني وكيشدها ان بروكسينيت يقتلها عصا ويسلخها وتياخذ لها فلوسها كتخضع ليه وهي فرحانه وكتقول لك كنبغيه. ها هي خدات الطاعه من جهتها الظلاميه، ما خدتهاش من جهتها النورانيه. اذا هنا هاد الزوجات الصالحات الخاطئات جهلا ملي كتولي اميره بالمعروف ونهي عن المنكر كتمشي كتنصب نفسها مفعلة الطاعة لواحد الرجل اللي ربما عنده 40 عام، اللي عنده 45، اللي عنده طباع ما تطبعش في حب الطاعة، اللي عنده سلوك ما كيمشيش في الطاعة دائما في الفجور والعصيان، اللي صبحت عنده معاملة فيها فجور وعدم طاعة. ثلاثة البنيات كل وحدة كتخلع وتجي انتي تفعلي بحكم عندك صفة الزوجة ما كيشوفش فيها الأمر بالمعروف، ما كيشوفش فيها الناصح الأمين، كيشوف فيها واحد باغي يدير ليه الكمامة ويخرجه من عود جافل العود مشرج. شنو تيدير العود الوحشي اللي تبغي تشرجه؟ ما كيماشي ترنح، ما كيركنش. علاش؟ لأنك ما ولفتيش ليه السر هو صغير، خليتي تكبر عاد بغينا. يعني باش كنروضوا عود كبير كنروضوه بعود اخر، راه هذاك العود المروض هو اللي كيروض لنا العود الجافل، حيت الا مشيتي باغي تروض منك الجافل والله يغفلك ويعطيك واحد الدقاج دار تنوض يجيبك الارض. اذا باش كان عليها تخدم كان خصها تقلب على شي واحد في صحابه تقرب منه بالتي هي احسن بلا ما تستفز الهمجيه والغيره والوحشيه ديالو وتقول لي انا مزوقه في كلام راهو مو خويا حتى راه ما يراوم لك عاود غاعاود. لا خرجت فاس عندك الصيفه وقلت لكم اللي نسب المواقف ولا الاسئله لذاته لانه كيشخص الصيفه مارس عنف وما ينتظر غير العنف يقابله. مرحبا فاصل غنائي مستمعينا ونرجع نواصلوا باقي المكالمات. مستمعينا نواصلوا باقي المكالمات، ناخذوا مكالمه من دار بيضاء معنا سي مصطفى. الو الو، تحيه للاستاذ بروفيسور مامون. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي مصطفى، مرحبا بك. تحيه لسناء.
مرحبا عودة محمودة. بارك الله فيك مصطفى، مرحبا. ما يمكنش لي أن نبقى زعما انسنسيبل ولا شي حاجة، شي أفكار يا خويا كتير لي. عندي واحد غادي نفتح قوس، أنا معجب بالبرنامج بزاف. مرحبا بك. إنه كان اعتبرهم بحالة نكوغ كل عشية الحمد لله. بارك الله فيك. نتبرع مع راسي. بارك الله فيك. دابا قلتي على الأدوية. أنا عندي واحد تجربة دي زعما دراسة، لأنه كنمشي لفرنسا تبارك الله وتركيا، أرخص الدول أرخص من المغرب، أرخص من المغرب. وحتى ديك الحملة داك الشيء اللي كانوا كيعاودوا لينا الدواء أرخص في أدوية، عندي السمية وعندي الثمن اللي كان واحد الدواء أنا كنشريه زعما أنا شريت ديابيتيك نقصوا جوج دراهم. جوج دراهم ونوضوا الصداع بأنه راه نقصوا في الأدوية. كاين بعض الأدوية نقصوا فيها، ولكن الدواء اللي تعمل 430 ولا ب 428 أشنو يربح؟ أنا عندي التغذية الصحية الحمد لله. هذا من جهة وتقاد لي الدواء واحد خطره في تركيا نفس الدواء نفس السميه كل شيء، ودرت مقارنه رخيص بلا قياس. هذا عرفت حتى هذا القوس. وحاجه اخرى على ذوك الانتخابات نخليوها نو كومنت. جات بكسوه كتسوى 30 لابسه 30 مليون. قلت لهم انا جاي ندافع على الكرامه ديال المراه ونفدي على الاحكام القضائيه اللي خرجوا. ما احترمتيش القضاء وما عمرك ما نفدتي شي احكام. على كل حال سين كومنتاريو كما كيقولوا لي الاسبانيول. حاجه اخرى عندي واحد التقط واحد فكره استاذ واحد الخطره. قلتي ما كاينش واحد يقول لي انا عصامي، انا عصامي وضربتي لي كل شيء. والله العظيم انا عند بالي دابا راه شي 20 عام انا قريت مع عمري مش في الاساتذه في الكليه والباك كونديدا ليبر وخمسه دراري وما عمري ما شفت شي استاذ وحتى الشفاوي ما سحب لي كري. دابا الان ما كنعرفش الوجه ديالهم كيفاش داير. سي مصطفى. نعم اخويا. كنشكرك. الله سبحانه وتعالى تيتكلم في القرآن الكريم على أنه مصدر العلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كاين هنا العصامي ولا ما كاين؟ كاين. لا رد معايا البال. هي ينسبوا الله كاين الله متعلم. الله الله تينسب تينسب المصدر العلم ليه هو. وتيقول لنا في حق سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. اش كيعني بها الله سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي؟ هذه عباد هم لله، والله ما يحط شي واحد يدعو عليهم، واللي قرب ليهم سيد ربي كينوض له. هذوك هما اللي كيتسموا رجال الله، وراه تيعرفهم الحميم ديالنا ديال مكناس فتح الله المغاري. نعم. اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ما معنى تصنع على عيني؟ واش قراه ولا لاقاه مع سيدنا الخضر قراه؟ كاين هذيك. ما عمرك درتي شي حادثه ودوا معك شي واحد؟ ما عمرك تخاصمتي مع شي واحد ودوا معك؟ ما عمرك مرضتي ودوا معك شي واحد؟ ما عمرك كنتي دايز في الطريق وواحد كيدير شي حرفه وانت كتشوف فيه من القنطره؟ ما عمرك شتي شي برنامج في التلفازه؟ واش كل اللي جعلك تفيق في الليل وتشعل التلفازه؟ واش كل اللي صيفطك تحل الكتاب؟ واش كل اللي لاقاك مع داك في الطريق؟ هذاك راه هو الله. انت عصامي ولا علمك؟ علمني. ها اللي بغيتك تقول. السلام عليكم. نشكرك. نشكر على الوجه. تحيتنا ليك سي مصطفى، مشكور على تواصلك معنا. ناخذ مكالمه ربما الاخيره معنا. نزهه من ورزتات. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا نزهه كيداك؟ لاباس عليك؟ مرحبا الاخت سناء. كيداك؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا لالا. اش نقول لك دكتوره؟ اي حاجه نقولها في حقك ما غاديش نعطيك القيمه اللي بارك الله فيك اختي. حباكم الله ورسوله. انا دكتور عندي 19 عام. تبارك الله تبارك الله. وعندي مشكل مع خوتي. مستوى الدراسه ديالك بنتي عافاك؟ انا خرجوني خوتي من القطريه. الله يا بنتي الله.
وهذه تسنين وما زال كنلقى معهم مشاكل كبيرة بعد المرات تنوصلت للطرد. هزي معي عافاك بنتي يدك للنزهة ونقولوا يا ربي يا ربي شي حزب من الأحزاب ولا شي رجل سياسي ولا امرأة سياسية من الصالحين والصالحات البلاد يدير في البرنامج ديالو ويدير صوب عينه بأن تندرس الفتاة حق دستوري وبأنه بلا بيه كتضيع لينا فرص تنمية وبأنه خصنا ترسانة قانونية وخصنا مؤسسة وسط تفعل بالشكل المغربي العربي الأمازيغي الأفريقي باش يمكن لينا نوصلوا ناس الوساطة إلى البيت المغربي وندقوا ونقولوا هذه البنت بنت المغرب ما بقاش كتجي لدراسة المغرب والله يخليكم المغرب صيفط لك هذا السيد ولا هذه السيدة للدار تنعل الشيطان وتخلي هذه البنية ترجع القراية ولا غادي نتفاهموا معاك بهذا الشكل وبهذا الشكل. الله يجازيكم يا ربي هزوا معايا الصالح والصالحات ونقولوا يا ربي احنا دابا مقبلين على الانتخابات يا ربي يا ربي شي واحد ولا شي وحده من الشجعان من الناس اللي باغيين الخير للبلاد من الناس اللي باغيين الخير للمواطنين والمواطنات ما يخليوش بناتنا بحال هكا لان اش كيولي هادو من الناس اللي تيكبروا الزريبه للجزار هادو ناس واحد الزريبة فيها النعاج وما كفاهمش النعاج اللي في الزريبة مازال كيدفعوا النعجات باش يجي الجزار اللي جا ومغي يتزوج وحدة ولا جوج وثلاثة وربعة باش كيسوقها اللي كيلقاها ما قارياش وكيلقاها دريويشة وضعيفة وما عندهاش وكيلقى باها وامها ما عندهمش كيمكن لهم واحد 3 ملايين ويشد واحد العرس ديالو ويهزها ويديها لربما يقدر كاع كيزني بها بالكاغط وسيروا شوفوا حصيو من القيسر الأظلاج حال من زواج كيدار في الصيف وشحال من طلاق كيدار في شهر 10 هذا زواج عندكم ولا 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 ولا, ولا زنا بالكعقد احنا كنعيبوا على المشارقه اللي عندهم الزواج العرفي وحنا درناه احتيالي الخطا من الخطا من هاد الناس اللي داخلين المسؤوليه وكيمشي يدوي لك عاف هادي وفهادي وها هي الدرويشه مسكينة هز يديها وكتقول لك انا مرحبا بنتي زهره تفضل دكتور عندي واحد المشكله اخرى اللي خرجت من الدراسه صافي قلت انا نجلس في الدار نجلس في الدار جات عندي واحد صاحبتي قال لي راه كاين واحد التكوين مشيت سولت في التكوين سولت على كل شيء ومن بعد قلت نمشي نتقيد ما بغاش يعطيني الفلوس باش نتقيد وما بغاش اصلا كل يوم تعطيني الفلوس وانا نمشي نقيد راسي وندبع الفلوس ملي نلقى خدمه وديك الساعه نشوف كيفاش ندير استنوا الفلوس اللي فهمت كلفتهم ايوا ولدابا ما بغاش يخليني بنتي نزهة نرجعك لستوندار غتخلي لي الهاتف ديالك وغنطلب حبابي ديال ديال وغادي نتصلوا بالمسؤولين تما في العماله في ورزازات وغادي نطلبوا حبابنا ديال المبادره للتنميه البشريه وغنطلبوا حبابنا ديال الشؤون الاقتصاديه وغنلقاو لك تكوين في الانعاش وتحت الجمعيات اللي كتساهم في المبادره بالمجان وعافا بنتي إلا اقتضى الحال وما كانش غادي يخلق لك بلبلة راه نطلب من الحباب ديالي يدخلوا عند داركم فهنا راه ما خصناش عباد الله نخليو هاد البنت وهذاك الولد راه ماشي غا ولدك انت ولا بنتك انت ولا راه ماشي انت اللي جبتيه والله ثم والله كنت في اوروبا حتى يوقفوا لك يحيدوه لك والله كنت في امريكا حتى يحيدوه لك ولكن حنا يا قلت لكم البارح عندنا على 3 الحوايج راكم عارفين بروفيسور في ختام لقائنا اليوم نرجعوا لموضوعنا واش يعني بحكم انه الخاصيه ديال المراه يعني عاطفيه وحنونه يعني من بين اهم الانتظارات ديالها اللي كتعطيها الاولويه هو انه زوج يعني يعترف بالمجهودات ديالها ويكون ممتن للخدمات ديالها واللي ربما الى لقات مثلا هذا الزوج بهذا الشكل عكس اللي تكلمنا عليه اليوم ممكن يعني حتى يغطي حتى على العيوب اللي كان عنده في السلوكات ديالو هو لله ناس كيلقاو الاذار المراه المغربيه مراه صباره ومراه صالحه كتلقاها ضايعه في حقها في الفراش وتصبر ضايعه حقها في المال ما عندها فلوس كتصبر لانها هي بغات تنجح واحد المشروع سميتو وليدات صالحين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عطى الامهات امك يعني مقام ثم ابوك يعني النبي صلى الله عليه وسلم واضح
في تشريفه المقام الأمي لك الضحي. احنا اليوم وصلنا لمستوى الوعي، من قبل كانوا الناس ما عارفين شي حقائق، قدروا يتجاهلوها ما عارفينهاش، دابا ما نقدروش نجاهلوها كنعرفوها. فملي كتطلب واحد المرة تصبر خصك تقول لها علاش بغيتيها تصبر، علاش. فإلا كان الراجل كيغلط خطأ ماشي عمد، خطأ أمام الخطأ كنصبروا، كنلقاو أعذار. تأخذ لصاحبك واحد العدد من الأعذار اللي أصلا تيقول لك قبل أن تلوم، فإن لم تجد عذرا فلوم نفسك. من هذا الباب هذا كنت كيسو كنسمتو، ولكن من باب أننا نعطيه ترخيص الواحد يعذب وحدة، يسعد هو باش تموت هي، يطلع هو باش تهبط هي، واش هذا غير قبله شي واحد؟ واش يعقل شي واحد تيغرق ودخلتي انت تجرو وقدرتي تخرجو وقالك عافاك هبط انت تحت الماء ولا طلعني على كتافك، يطلع هو يتنفس وانت تحت كتبقبق، هذا ما يمكنش. فما غنقولوش الناس اللي هو في وضعيه كيتضرر ينوض يهرس عشو ويدقدقو، كنقولوا الناس حاولوا ما امكن ما تبقاوش بحال ذاك الفروج مع المرايه. شي دابا المراه مع الراجل ملي كيتلاقاو بحال كفاصره بحال الفروج مع المرايه، عرفتي كيطرى الفروج مع المرايه كيسحب فروج اخر هو راه صورته، تبقي دار مع المرايه يضرب ضربته كيجرح كاع منقارو ويقدر يأذي راسه. فخصنا ما نجعلوش المراه تبقى صوب الراجل والراجل صوب المراه. هذا هو علاش كندويو حنا على القرايه، التكوين، على الحرفه، على المجتمع. كنت حضرت الله يرحمك الشريفه الأميرة اللي كانت مترأسة الاتحاد النسوي الرئيسة بالنيابة الله يرحمها، كنت من ضيوف اللي تكلمت أمام المبعوث الأممي في الرباط على وضعية المرأة في أفريقيا وفي المغرب. وفي الكلمة ديالي قدام ذوك المسؤولين قلت لهم خصنا نتابعوا، راه الراجل ما هوش عدو المرأة، والمرأة ما هيش عدو الرجل، راه عدوهم الفقر والجهل، راه هي رفيقته هو رفيقها باش يحاربوا الفقر والجهل. فاحنا دائما ملي كنتقدنا الرجال ولا كنتقد النساء راه ماشي باش نجعل المراه غدا تشد في راجلها وتنتقدو، ولا يجعل الراجل يشد في مرته وينتقدها ويتحاقدوا بعضياتهم، راه غير كنوريهم الزوايا العامية اللي يقدروا ما يشوفوهاش بحكم واحد شويه تجربه عطانا سيدي ربي واحد شويه اللي عرف. اما هدفنا راهم جوج يعني مع بعض صوب المجتمع ضد الفقر محاربة الجهل، فهذا هو هدفنا. فهي ملي تشوفوا راه 20 عام راه 30 عام هو باه يجري عليه هو امو، عمرك تشوف ام رسلت لي ايميل والله الا قريته ما قدرتش نتعشى هذيك الليله، شنو مكتوب في هذا الايميل؟ باش نقول لك لا لا كنتي كتسمعي راني قريت الايميل ديالي، ان راجلها كيجري على ولاده ويضربهم ويهرس لهم الدراهم اللي كيوصلوا 18 عام خصهم يخرجوا الدار. الدري هذا باقي تيقرا فين غيمشي؟ مشي يسرق 18 عام في ماشي في اوروبا لا يقدر مثلا 18 اوروبا راه مؤسساتها يعني... لا يعني هنايا راه اوروبا راه تخرج في الليل طفل عنده 10 يوقف سنين. عليك الشرطي يديك المرفأ فين تاكل وتنعس، وغدا كيجي عندك مساعد اجتماعي تيعمر لك ميل فكيتبعوك شنو كاين. اوروبا راه مؤسساتها راه ما كيتلاحش هو في الخلاق، راه كيتلاح مؤسسات. احنا باش تجي تلقى اب كيقول لولده درتي 18 عام برا، ما معنى برا؟ اش كتعني برا؟ ملي ما بغاش الدري يخرج هرس ليه دراعو. فدابا لاحظتي ها هو المجتمع فين غايب. هنا انا كنلوم المجتمع، كنلوم المؤسسات، كنلوم الناس اللي عندهم مسؤوليه سياسيه ما دخلوش لهذا الباب. هذا الباب غنخليوه فارغ لمن؟ راه غنخليوه فارغ الحشيش، راه غنخليوه فارغ الزنا، راه غنخليوه فارغ العنف الاجتماعي، راه غنخليوه فارغ الامراض النفسيه، راه غنخليوه وغادي ترجع للمجتمع تهرس لينا الظهر. فخصنا نكونوا في الصبخي، ما نبقاوش نكونوا في القبلي. فماشي توقف قدام الحاجه عاد نوضوا نجريو. واش يمكننا نديروا هذيك نواقص الانذار؟ امريكا فين حاطه الرادارات ديالها؟ راه حاطاهم في اوروبا باش الا قدر الله شي قوه من القوات كيف ما كانت وغتبقي تهرشي صاروخ، راه ماشي تخلي الصاروخ تاعها يوصل ليها في الحدود ديالها تقشعو، وراه كتقشعو من اللي قرب اوروبا كتعرف الخبر هي راه كيضرب عندها ليه.
شكرا لكم مستمعنا لحسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحيات سعيد عقال لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية ومريم صلاح في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.